السلام عليكم. متصل آخر. وعليك السلام ورحمة الله. يا قليل فلسطين، الله يرحم لكم والدين لغايه الخير فلسطين، حاولوا تسويوا الفصائل الفلسطينيه واللي امه فلسطين. مين اللي حكموا؟ والله العظيم ما فاهمين حاجه، والله هم تجمعوا الفلسطين. شكرا لك عباس، اشكرك اشكرك، شكرا لك انت اللي فهمان، شكرا لك شكرا لك. السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كالعاده وفي سلسله متواصله للتخمام نتاع المروكي والاتصالات المتواصلة في البرامج التلفزيونية العربية، من جديد ناشط مغربي يتصل بإحدى الحصص العربية السياسية المشهورة ويقلل من قيمة المقاومة عند خوتنا والمقاومة الجزائرية اللي راهي تدعم في خوتنا مليح. المروكي يدور 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 يقعد يتخبط في بلاصته. مهما نسبق لكمش الاحداث، نشوفوا مع بعض كيفاش رجع عليه الصحفي المعروف بالقصف ارض جو صالح الازرق. كان موضوعنا المغرب، لماذا نحن نتناول المغرب؟ لانه هذا ما ورد في خطاب جلالة الملك. جلالة الملك من خطابه تحس الحقيقة، يعني لا، لأنه اللبيب بالإشارة يفهم. لا، الملك مش في حاجة يقول لك بالاسم، ومش في حاجة يقول لك راني غضبان جدا وزعلان جدا، لا، ولكن هذا يفهم من كلامه، وكأنه يقول احنا طبعنا معاكم ولم تعطونا موقف. على فكرة هذا المتصل قال لها علاش تكلم على المغرب، مع العلم أن عدة دول مطبعة مثل السعودية ومثل كذا ومثل كذا. صالح الأزرق هنا قال له اتكلم على نفسك، حدثني على نفسك، أنت الملك ديالك رئيس رئيس لجنة القدس، ماذا قدمت؟ ولا خطاب يا عباد الله، ولم يخرج ملك المغرب للشعب دياله وللأمة العربية بصفته كما قال أمير المؤمنين وصفته رئيس لجنة القدس، ما قالش كلمة على خوتنا، ما قالش كلمة يدعم فيها خوتنا، ولا خطاب منذ بداية العدوان على خوتنا، ما قال والو. وكي يتكلم نتكلموا احنا، ولا يتكلم صحفي صالح أزرق، ولا يتكلم معتز ماطر، ولا يتكلموا صحفيين، بعض الصحفيين الأحرار، يقولوا لهم شوفوا بلادكم وشوفوا. احنا الحمد لله الجزائر ماشي مطبعة، والله العظيم غير الحمد لله، ارفع رأسك يا جزائري. في الصحراء شو عملنا معاكم إذا؟ شو القصة هذه؟ شوهنا وجوهنا بلا فايدة، شوهنا سمعتنا في أمتنا العظيمة بلا فايدة، شعبنا نص غاضب بلا فايدة. يعني لسان حال الملك يقول هذا، أنا لا أتحدث باسمه ولكن هكذا أفهم، يعني أعطيك هذا التشبيه وإن كان مع احترامي طبعا للجميع. المرأة الشريفة والعفيفة، المرأة الشريفة والعفيفة، نعم. لا تقولوا بأن حولها يعني أكرمك الله فاجرات وبالتالي عليها أن تدخل أيضا تمارس الفجور والدعارة. مثال في بلاصته، قال لها المرأة باه تتبرأ نفسها ما تقولكش أنا يا هذوك النساء راهم يعملوا في الفاحشة، أنا راني ندير كيفهم. مثال حي على المغرب وعلى هذا المتصل، قال لها علاش ما تتكلمش على الآخرين، المغرب راهي غير كيفهم، تكلمني على نفسك، حاسبني على نفسك. رحت انت زعما تجري تهرول للتطبيع تقول لهم من اجل مصالح الصحراء، تدي شعر. تبقى شريفة وعفيفة. المغرب يعني لا يمكنك ان تدافع عليه بهذه الطريقة، والله فلان طبع وفلان طبع وفلان طبع، دعك من المطبعين. المغرب رئيس لجنة القدس، المغرب يفترض ان يكون قدوة. لا تقول لا. والله فلان طبع وفلان لا. طبع، شو مالك ومال تركيا انت؟ عباس مساء الخير. السلام عليكم. متصل آخر. وعليك السلام ورحمة الله. يا قليل فلسطين، الله يرحم لكم والدين لغاية الخير فلسطين، حاولوا تسويوا الفصائل الفلسطينية واللي أمة فلسطينية. قال له إذا حبيتوا الخير لفلسطين حاولوا تسويوا الفصائل. الجزائر واش عملت يا المروكي؟ الجزائر واش عملت؟ لما تشمل فلسطيني؟ على قلت لكم انا دائما تلقوهم منتقدين انفسهم، قال حاولوا تلموا لما تجمعوا لم الفصائل تلموا شملهم.
المروكي ينتقد نفسه بنفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الخلل اللي لاحظت أنا وهي ضيف ديالك وانت كتحدث على الحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وكل حلفاء إيران جيدة فعلا نفسها تدخل دافع على حلفاء إيران. هنا فين كاين الخلل عن الفلسطينيين وولوا كينتميو بهم أجزاء وجزء كينتمي لإيران جزء تابع للعرب جزء هنا فين هما مساكن ما بقاش تبش الدول العربية تعاونهم كتشوف حماس والجهاد الإسلامي أيدي إيرانية ما يمكنش هذا السعودية بيربط ما المغرب نقزوا للإيران ما المغرب ما المروك نقرح لها للإيران أيدي إيرانية يا على الأقل إيران راح يتعاون على الأقل سواء كان صادقة أو كاذبة راح يتعاون المروكي ربك أنت وأمثالك ممن تتحدثون عن أيادي إيرانية هذا الفلسطيني الذي يقف الآن في غزة ويتصدى مدافعا عن وطنه كيف يكون أداة إيرانية كيف فسر لي كيف أداة إيرانية واسمعني يا صاحبي هذاك محكوم محتجز واقع عليه بحال شكل ديال المخيم محكوم مين اللي حكمه والله العظيم ما فاهمين حاجه والله ما تجمعوا الفلاسفه شكرا لك عباس اشكرك شكرا لك انت اللي فهمان شكرا لك قال له والله ماكم فاهمين حاجه هما يفهموا كلش ويعرفوا كلش ويحلوا كلش السياسه كلش ويعرفوا هما كلش والعالم نتاعهم وتندوف نتاعهم وتلمسان نتاعهم ومصر ماشي ام الدنيا والمغرب ام الدنيا كلش يعرفوه هما شكرا لك الان عندما تسيل الدماء الفلسطينيه انا لا استطيع ان استمع لهذا الغثاء بعض العرب وبالذات المطبعين واشباه المطبعين قولها قول المراركة يعني يتابعون الفلسطيني وهو يدافع عن نفسه إن ذبح سكت وإن صمد ولقى هاينا دروسا قالوا عميل لإيران وانتم شو عاملين أكثر من النوم وغطيط النوم جايك من المغرب يتفلسف على أهل غزة وينك انت ماك رئيس لجنة القدس يا حبيبي يا أمير المؤمنين شو عملت ولا حاجة جاي انت تدين من صمدوا يا اخي ايران قل فيها ما تشاء يدينهم ويرسل لهم الممرضات للمستشفيات نتاعهم الحلفاء عندها خطاب قوي واعلم في خيلكم اركبوها انتم يا الامريكان والاسرائيليين نفاقا ولا صدقا قالت وهذا خطاب انت في الرباط طلع لي عشر هذا الخطاب مكانش صالح مكانش والله لن تجرؤ بل بالعكس انت تطبع الان وتقبل ايادي الاسرائيليين فيريد كل واحد يصفق للتطبيع الان في هذه اللحظة يريد لو يخرس افضل والله العظيم احتراما لهذه الدماء الفلسطينية يا اخي انت طأطأت وانبطحت وبعت كرامتك اخي على الاقل اسكت والله كفيت ووفيت يا سي صالح هذو الأقوام ما يلزمش معاهم الحوار وهذو الأقوام ينسلخون من أفكارهم كما تنسلخ الأفعى من جلدها هذا ما نقدر نقول عليهم ينسلخون من أفكارهم ومن شخصياتهم كما تنسلخ الأفعى من جلدها هذه هي عمرهم ليكو يجوا مع الحق وعمرهم ليكونوا مع الحق هذه هي وهذا هو السلام عليكم.